هسه هذا السؤال بحكي لي عندي هنا واحد تحلق بسرعة هوريزنتال بسرعة 25 وماشي بسطح مائل بزاوية 30، قال لي أوجد التايم لحتى يوصل من هون لهون، قال لي أوجد المسافة، قال لي أوجد إشي اسمه ماكسيموم هايت اللي أنا إليه سنة ونص درس دايناميك بعرف شو هو الماكسيموم هايت بهذا السؤال إلا ما أعرفه، ما عندي زمن طويل. هذا السؤال أول تنبيه نبهتكم إياه، هذا أي شابتر؟ هذا شابتر 11، شابتر 11 محاورك بسلخن أفقي والأوريجين نقطة الانطلاق، محور إكس محور واي. هسا أنا بدي بما أنه محاور أفقية فأنا راح ألتزم بالمسافات الأفقية، يعني أنا بدي المسافة هاي وبدي المسافة هاي، مثلا لما أطبق واي إنيشال وواي فاينل أنا أعلمهم بالأحمر، بدي أنا المسافة هاي مشان هاي هي الإكس فاينل، هاي الإكس فاينل وهاي هي الواي فاينل، فهاي قاعدتنا. هسا شو يصير معي؟ هذا مثلث قائم الزاوية، هذا قائم الزاوية الزاوية 30، هاي بالتبادل 30 بالتناظر. فهسا إكس فاينل بتساوي الوتر في كوساين الثلاثين، واي إنيشال واي فاينل بتساوي سالب دي ساين 30. ليش سالب؟ سالب لأنه تحت الأوريجن. طيب هاي عرفنا الواي فاينل والإكس فاينل. خطوات حل السؤال قلنا إكس كومبوننت واي كومبوننت. في انيشال هتقول لي كوساين وساين، لا ليش؟ الفي 25 هي على محور اكس مطبقه على محور اكس فما في لها مركبات، ففي انيشال هي نفسها السرعه ولا في انيشال على الواي تساوي زيرو. هاي اول قاعده بقول لك اياها. طيب ليش انا ما ميلت المحاور وخليتهم زي ما راح نتعلم شابتر 12؟ ليش ما خليت هذا محور اكس؟ ليش ما خليت هذا محور واي؟ مشان هاي السرعه ما اتضايقش بتحليلها وخرب السؤال كامل. هذا اللي انا بدي اياه، بس هذا اللي بدي اياه، وما اختار شو المسافه واي وشو هاي. لما تحل مش راح يزبط معك. هذا السؤال اجى فيرس على دوري، بعرف طلاب جابت 2 و3 من 25 بسبب انهم ميلوا محاور بس، فما بنصح، ما بنصح تميل. ففي واي انيشال بيساوي زيرو، شلون القلم؟ القلم تغير. فايش هاي؟ هاي اكس واي. فهسه ايش نعمل؟ الاي هون هي نفس سالب جي، والواي فاينل الاكس فاينل قلنا هي الدي ساين ثيتا كوساين ثيتا 30، والواي هاي. طيب بطبق المعادلات، اكس فاينل بتساوي اكس انيشال 0 زائد في نوت اللي هي 25 اكس فاينل. هسه اكس فاينل بخليها دي كوساين 30 تساوي 25 تي. طيب واي فاينل سالب تي ساين 30 تساوي واي انيشال 0 في انيشال تي 0 ناقص 9.81 تي تربيع، سالب مع السالب بتطير وتي تربيع تكتب موجبه معناته حل 100%. فشو بعمل انا هسه؟ عندي معادلتين مجهولين تي ودي، حذف وتعويض معادلات بتطلع معي جوابين دي تساوي 0 دي تساوي رقم تي تساوي 0 تي تساوي رقم. مستحيل زمن يكون 0، يعني مستحيل 0 كذا. فايش انا بعمل؟ بهمل الزيروات، وانا عليها علامتين انك تحكيت لو بهمل. فجي وتي دي وتي هم الفرع A وهم الفرع B. سؤال كثير بسيط. هسه المشكله بالفرع C، فرع سي احفظ القانون، احفظ القانون هذا بده ايش هو؟ ماكسيمم هايت، ماكسيمم هايت سميه اتش بيساوي اكس تان ثيتا ناقص جي تي. من هون اجى القانون، والله ما نعرف اقول لكم اياها. في تفسير ممكن اجيب لكم التفسير، ممكن بعمل فيديو جديد او شيء على فضاوتي، بس انا لسنه
بتعجز افسره من وين اجي القانون هذا. اكس تان ثيتا، ثيتا اللي هي زاويه السطح، اكس اللي هي في نوت تي ناقص في نوت تي تان ثيتا تمام ناقص دي تي. هذا ايش بيساوي؟ اقصى ارتفاع. هسه اقصى ارتفاع عند السرعه تساوي زيرو، يعني عند دي اتش على دي تي تساوي زيرو بالطبق بالنسبه للزمن، معناته هاي في نوت تان ثيتا ناقص هاي ناقص جي تي تربيع على 2 هاي نص جي تي تربيع اشتقاقها ناقص جي تي. فقانون حفظ. يعطيك العافيه مهندس. الله يعافيك مهندس. هذا القانون انا بتذكر اخذناه كانه فيزياء 101 والله 100% ناخذ فيزياء 101 بس انا قلت لك والله اني ناس يعني اشتقاقه هيك. بس اذا بدك يعني تفسر وارجع لكتاب فيزياء 101 احفظه افضل، ما في داعي. بس انا لا بالكتاب اللي فتحته قبل شوي الكتاب الثاني في تفسيره في هاي، بس خلص افصله بطريقه ثانيه يعني كنت ناوي. فهذا الاقتران في نوت تان ثيتا ناقص جي تي، فبالتالي هذا الزمن هو زمن اقصى ارتفاع بطلعه، طبعا انا بساوي بالصفر في نوت معي تان ثيتا معي جي معي فبطلع التي، التي هاي بعوضها هون بطلع اقصى ارتفاع. هاي فكره هذا السؤال. بس شو في اسئله ثانيه؟ كل هذا السؤال هذا السؤال حلو، هذا السؤال كثير يسالوني عن المسافات يا اخوان. هذا السؤال الاوريجن نقطة الانطلاق، انا ممكن بده سيم غير الاوريجن مرتين. خلص خذوا الحل اللي هون، هذا اكس هذا واي، السرعة هوريزنتال في نوت واي تساوي زيرو، في نوت اكس بده اياها حسب ما اقرا السؤال 101 هي سؤال 101. هذا السؤال الكل بيسالني عن المسافات. طيب انا شو بدي اقول لك؟ y initial كل الحالات ال y initial zero، بكل الحالات y initial zero. ليش؟ لانه ال a هو نقطة الانطلاق. طيب هسا مشكلتي بال y final، انا بطبق بكل المعادلات y final سو y initial ناقص نص في t تربيع ال v not y zero، يعني ما كتبتها. طيب انا قلت لك بكل الحالات هي zero. طيب هاي بده سيان كثير، كل فرع حاله لحال، مش ذاكر ليش صراحه ليش عملت هيك. طيب اصبر عندي الواي فاينل ببساطه، لو بدي اخذ النقطه دي بدي اخذ النقطه دي بدي اخذ المسافه هاي اللي هي كم؟ سالب 0.9. فهي ايش؟ سالب 0.9. بدي اخذ النقطه سي برضه سالب 0.9. طبعا انا بالسؤال بدي اسيب الفيت عندي حسب كتاب الفيت. هسه بي بدي اخذ هسه المسافه اللي بدي اياها، تاخذ هاي المسافه بس، هاي هي الواي فاينل. كم بدها تكون؟ بدها تكون 0.9 ناقص 23. بس وين هذول؟ هذول كلهم بالسالب. بس هاي الفكره، هاي بحطها مكان الواي فاينل. هيك السؤال مش داعي، بس هي هيك منطقيا يعني. المسافه هاي بدها تكون 0.9 ناقص 0.3 بس بالسالب. أنا كنت حاط سالب 3 زائد 1 أو بس كنت أو كنت حاط هون سالب 1 وهون 3، ولما تطرحهم بيطلع نفس الشيء. تأكدوا من هون. وبتحل عادي معادلات حركة، البكرات مع المقذوفات معادلات حركة. هذا السؤال الوحيد اللي أنا بقول لك خذ لي الأوريجن، الأوريجن هون نفس الشيء الأرض. ما تاخذ لي شيء نقطة الانطلاق. ليش برضه تفسير السطح المائل بالكتاب مش عارف شو مشكلته. بس هون طالب الانيشال هايت اتش، هذا مش نفسه دي اتش على دي تي. وتخبط لها هناك. لا هذا السؤال برضه محلول، سطح مائل راح اقول له هاي المسافه سالب دي ساين ثيتا، وهي المسافه الافقيه دي كوساين 10، هاي 10. الفي انيشال هيها والفي واي انيشال تساوي زيرو، بطبق معادلات الحركه. اعطاني هون زمن، الزمن هذا ريحني من معادله ال اعطاني معطى، لانه بالسؤال اللي حليناه قبل شوي تبع اللي بزحلق كان معطيني سرعه بس وزاويه ومعطيني واي انيشال، اما هون مش معطيني واي انيشال، فانا ايش اعطاني بداله؟ اعطاني زمن، فصار السؤال اسهل. بس هذا سؤال مهم كثير. هذا فكرته انه انا هو هي محدد لي المحاور اكس وواي هون دي بي. طب هذا الارتفاع كم؟ عندي هذا المثلث، هاي الزاوية ألفا، هاي الدي بي، فهاي الواي. ف
فالواي على دي بي تساوي تان ألفا. بس كيف أطلع الواي مشان أطبق معادلات الحركة على واي؟ هاي فكرة. هذا سؤال وهذا سؤال سنوات، هذا أبو السلة محلول. هذا سؤال من السلبة صعب كثير، وهذا سؤال سنوات، لا مش هذا سؤال سنوات، هذا السؤال أطول سؤال بالتاريخ المخطوفات، راح نسلكم حله. سؤال ثلاث صفحات ونص أخذ منه، من السلبة من بي مش من A، بس مستحيل يجيبه بكرة. هذا ولا عرّلت الفيلوسيتي لأكثر من حركة، فبالتالي هاي بتتحلل كوساين وساين، هاي بتتحلل إيش؟ آخر شيء بيطلع الجواب A و J جذر تربيعي وزاوية. بياخذ معي ستة كويف عرف شو يعني جذر وزاوية. هذا بتحرك هيك وتحرك هيك ريلاتيف فيلوسيتي. هذا نفس الشيء. جسمين فوق بعض جذر 12. هسه النورمال والتانجنت كومبوننت بكل بساطة. عندي شيء اسمه A، عندي شيء اسمه AT، عندي شيء اسمه AM. A بتساوي الجذر التربيعي على AN. تربيع زائد AT. A total acceleration، ركز على كلمة total، تعيدها مليون مرة، ركز على كلمة total. في أسئلة كثير تجي لك زي هيك، بقول لك سيارة بتمشي، بقول لك أوجد لي نصف القطر هذا إذا total acceleration بيساوي كذا، وهنا أعطاني معطى للAT. ركز معي، أي إشي أخذناه من أول التشابتر لهسه كان عبارة عن A tangent، تمام؟ أي إشي بستعمل عليه معادلات حركة، أي إشي بستعمل عليه معادلات بكرات، أي إشي بستعمل إشي هو الAT. طيب شو الAN؟ الAN اللي هو التسارع المركزي، بيكون V تربيع على رو. وكان في عندي angular momentum بيكون اوميجا تربيع في r. سؤال فصل الماضي سنوات، شو ال an اوميجا تربيع r؟ قطر 15 هكي. طيب فالtotal acceleration واللي هو العبارة عن جذر التربيع لهم، ال a tangent كل شيء أخذناه من قبل في على dt أيو أو معادلة حركة، أي شيء ديروا بالكم انتبهوا عليها، والـ AN اللي هو في تربيع على رو. طيب عندي سؤال بقول لك هاي ماشي بسرعة 60 ميل، حولها لمتر لكل سكند، حولها زي هيك. بده الـ A tangent، الـ A tangent السرعة الابتدائية ناقص نهائية على الزمن، اللي هي دلتا في على دلتا تي، اللي هي دي تي على دي تي، هاي تسارع التانجنت. طبعا التانجنت يعني إذا هذا الكيرف عندي زي هيك، فشو التانجنت له؟ هيك. طب شو العمودي عليه؟ هيك. دائما عشان تحدد المحاور، مش بشابتر 11 بشابتر 12 بس، لا هسه بنيجي على بالنسبه للحركات، دائما النورمال باتجاه المركز والتانجنت عمودي عليه، فانت دائما مشان تحدد التانجنت تحدد النورمال اول. هو هون مثلا هو بده اياها هون السرعه، بقول له هاي الاي ان، بقول له التانجنت بما انها تتحرك هيك فالتانجنت السرعه التانجنت هاي الاي تي كمحاور مثلا. فهسه بكل بساطة بطلع الـ AT من قوانين بداية الشابتر والأساسيات هي، والـ AN من V تربيع على رو رو اللي هي نصف قطر المسار، والـ V الـ V اللي أنا طلعتها حسب وين بده، فهو طلب عند السرعة هاي الابتدائية، السرعة النهائية. بعدين إيش؟ بطلع الـ A، الـ A طبعاً الـ AN باتجاه والـ AT باتجاه، باخذهم جذر تربيع وجذر وزاوية، فهو طلعها اخذ ساين وكوساين، انساك منها، طلع جذر وزاوية اسهل، فموجود توتيين. سؤال على المقذوفات، بده نصف قطر المقذوف او بده التسارع المركزي للمقذوف، فطبق عادي AX و AN و V تربيع على رو. هذا الموضوع اللي خلانيش انزل المادة 100 يا اخوان. بنكت بس اشوفه. انا هذا السؤال كان عليه 11 علامه، بس بجابتر 12
كان تجميعي 50 52 نزلت لي 89، يعني هو اللي راح عليك هو وجزئية صغيرة من المادة. هذا السؤال موضوع راديال and شو اسمه الثاني ترافيرس لا ترافيرس هذيك من الساحة ترانسفير. هذا الموضوع هسه موضوع ممكن يمر بالحياة، بس أكثر إيش ممكن يخربط الطلاب هسه هذا بالامتحانات الأونلاين سهل. ليش؟ لأنه صعوبة هذا الموضوع بالمعادلات الأربعة تبعته، عندي أربع معادلات. هذا الموضوع في تريك واحد، نص السؤال تريكه وليس شيء آخر. هذا السؤال نص السؤال هو اللي بخليك يروح لك علامات، ولا هو كتطبيق مباشر سهل. هذا السؤال، هذا السؤال راديال ترانسفير. إذا عندي جسم مربوط بشيء ثابت وبغير زاويته بسموه راديال ترانسفير. هذا مثال على كيرفلينير موشن، هذا بتحرك هيك ما هو. فهذا هو كيرفلينير موشن. دائما الإشي المائل هو الآر، والإشي العمودي عليه هو الثيتا. عندي راديال ترانسفيرس آر هي راديال، ترانسفيرس هي الثيتا. طيب هذا السؤال بطلب مني في آر في ثيتا، اي آر هي ثيتا، توتال فيلوسيتي توتال. قلت لكم ركز كلمة توتال يعني الجذر التربيعي. هسه هون R و ثيتا، ففي R تربيع زائد في ثيتا تربيع تحت الدائرة. Total acceleration AR تربيع زائد A ثيتا تربيع. هذا الموضوع فيه حفظ أكثر من هو فيهم، بس بشابتر 12 راح أقول لكم كيف تتعاملوا معه. طيب هذا السؤال زي هيك، مطلوب مني أحفظ معادلات. المعادلات اللي أحفظها هذول، ما لهم ذكرين اكتبوهن على 10 ورقات تا تحفظوهن، لأنهم بعجوكن. VR تساوي R dot. يعني R dot VR تساوي R dot، يعني المشتق الأولى للR. الR تيجي function بدلالة T، فالR dot فالR dot تساوي DR على DT. طيب V theta اللي هي على محور الترانسفيرس، عارف شو اسمه ترانسفيرس؟ والله ما عارف شو اسمه. تساوي R ثيتا دوت. الR اللي هو الفانكشن اللي احنا طلعناه، والثيتا دوت اللي هو بيكون عندي اقتران ثيتا بدلالة تي، ثيتا دوت تساوي ثيتا مشتقة تساوي دي ثيتا على دي تي. تمام؟ تمام. طيب AR بتساوي R دبل دوت ناقص R ثيتا دوت تربيع. يعني R دبل دوت يعني المشتقة الثانية للR، ثيتا دوت تربيع، ثيتا دوت يعني اللي طلعته هون بربعها، والR اللي هي الR، والA ثيتا ثيتا دبل دوت بشتق الثيتا مرتين وبحل. أنا مطلوب مني أحفظ الأربع معادلات هذول. طيب أنا قلت لك، طيب أنت بدك تحفظ وتعوض، أنت بدك تحفظ وتعوض. طيب ليش صعب؟ ليش راح يحتاشر علامة؟ ليش بروح الطلاب يرسبوا فيه؟ نص السؤال، طلع نص السؤال. Rotation of the 0.9 meter arm on A. هاي الارم طولها 0.9. Is defined by the relation theta تساوي 0.15 تي تربيع. Theta اقتران دالة الزمن 0.15 تي تربيع. هون الخربطة. Where theta is expressed in radian. هذا غلطي كان بامتحان الفاينل، ما حولت لريديان. الدكتور شافني مش محول، ضحك وطلع بعد الامتحان قال لي انت بتجيب 39 بالراحه هيك مباشر. بس اول ما طلعت قال لي 39، انا شاف ورقتي كان. وكثير طلاب يخربطوا فيه. ثيتا بالريديان امسك الحاسبه تلخي الراديان. انا ما حولتها ولا جبت سيرتها. أنا ما كانش فيه شروحات للمادة، فيش دوسيات، فيش حدا بيفهم فيها. راديان، والدكتور منبهش يا طبعا. حاسبة تحولها راديان.
حكى لي R هو function عبارة عن 0.9 ناقص 0.12 تي تربيع. قال لي إذا الثيتا 30 درجة أوجد التوتال فيلوسيتي، أوجد التوتال أكسلريشن، أوجد الريلاتيف أكسلريشن. طيب التوتال فيلوسيتي يعني بدي في آر بدي في ثيتا. طيب في آر قلنا آر دوت، وين الآر؟ هاي الآر بشتقه بطلع سالب 0.24 تي، هذا الآر دوت. طيب في ثيتا تساوي آر ثيتا دوت، وين الثيتا؟ هاي الثيتا. كم الثيتا دوت؟ تساوي 0.3 تي. هني مكتوبات تحت بس هاي مكتوبات تحت، ليش ما ليش ما 0.15 تي تربيع 0.3 تي ثيتا دبل دوت 0.3، هذول اشتقناهم. طيب انا قال لي الثيتا بالراديان، هو متى بده لما الزاوية 30 درجة قال لي أوجد الفيلوسيتي. طيب يعني أنا أعطاني معطى عشان أعوض بالاقترانات، يعني هاي 0.15 تي تربيع. طيب أعطاني الثيتا ما أعطاني التي، أنا بدي أوجد التي. ثيتا تساوي 0.15 تي تربيع. هسا أنا ما فيش هون ساين وكوساين الأول لأحول الزاوية، لأحول آلي حاسبة لراديان عشان احط ساين ال 30 وهو لحاله يستقبل انها راديان، فعشان هيك انا بدي احولها يدوي. راح اقول له باي تعطيني 180، اذا ال 30 درجه تعطيني اكس، اذا اكس تساوي 30 باي على 180. تمام، انا هاي اوجدت الزاويه بالراديان، هاي بعوضها باقتران الار هون ثيتا، بيطلع معي الزمن، بيطلع معي الزمن 1.869، هذا الزمن بعوضه بثيتا، بعوضه بثيتا دوت، بعوضه بثيتا دوت تربيع، بعوضه بآر وبآر دوت وبآر دبل دوت. ايش عوضت؟ هاي طلع لي رقم 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 رقم. شو بعمل بعدين؟ بده في آر، آر دوت، وين آر دوت؟ هيها. بده في ثيتا، آر دبل دوت، اي آر ثيتا دوت، هاي الآر وهي الثيتا دوت، اضربهم ببعض. بده ال AR R double dot ناقص R theta dot تربيع، R double dot هيها ناقص R theta dot تربيع، هاي ال R وهي theta dot تربعها. فانه تعويض مباشر. شو كانت تترك السؤال؟ radians 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 radians، بس هاي تترك السؤال. طيب الفرع الاخير بده relative acceleration of color with respect to R. طيب انا بقول لك شغله، relative acceleration هو عبارة عن الار دبل دوت، والrelative velocity هو عبارة عن الار. ليش؟ لأنه هذا محور ار، فما في إشي، وهذا بتحرك على ار لحاله، ما في إشي بخص الثيتا، فثيتا زيرو، ثيتا دوت زيرو، ثيتا دبل دوت زيرو. يعني هاي طبق هاي المعادلة، طبق هاي دوت دبل دوت، هو بده الـ AR، بده الـ AR فعليا. ف ثيتا زيرو بيطلع هو الار دبل دوت، هو الريلاتيف للار هيو. بس فانت خذ قاعده ريلاتيف ريلاتيف فيلوسيتي تساوي ار فتحه، ار فتحه ريلاتيف acceleration تساوي r فتحتين. تمام، هذا الاشي فيني بشابتر 12، شابتر ما خلصناش من هذا، احنا هيك خلصنا شابتر 11. شابتر 12 الاشي بشابتر 11 بس متعاون فيه معها فورس، يعني شابتر 12 ما راح يطول معنا زي 11، لانه 11 هو اساس الماده كامله، يعني 12 13 هم عباره عن شابتر 11 بس اضافات زياده، إضافات صغيرة. 14-15 أشياء جديدة. الزوم بعد مش نطول. أسئلة على الحركة الدائرية زي هيك عادي، يعني هذا سؤال على الحركة الدائرية. قال لي أوجد الماكسيموم سبيد للكار للـ AB
اللي أوجد النورمال كومبوننت للأكسلريشن، يعني بده الـ AN تساوي V تربيع على رو. حتى شو قال لي؟ هو شو بده؟ بده الـ A، بده الـ Speed. طيب قال لي إذا الـ AN ما وصل 3G، يعني 3 في 9.81 تساوي V تربيع على رو، كم رو؟ 25. هاي الماكسيموم سبيد. شايفين السؤال؟ هذا سيلي بس على ما أظن. هذا السؤال، هذا السؤال نقرأ 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 نقرأ. حكالي كونسنتريت، كونسنتريت يعني الـ AT هو الهاي. بس هذا السؤال عندي الـ A B C، B C حركة أفقية، A B كيرف. لما أنا أحكي معادلات الحركة x final تساوي x initial زائد v not t، x final تساوي x initial زائد v not t، v final تربيع تساوي v initial تربيع زائد 2 a دلتا x. الدلتا x، الدلتا x هي عبارة، لو بدي أخذ من A ل B هي عبارة عن طول القوس. لو بدي أخذ من A ل C بتكون AB اللي هي طول القوس زائد AB. طيب شو طول القوس؟ بكل بساطة إحنا الدائرة عنا زاويتها 360 درجة، تمام؟ هذا السؤال كثير بيسألوني إياه، كم طول القوس؟ 360 درجة. أنا شو بعمل؟ عندي محيط، محيط الدائرة، محيط الدائرة اللي هو طول اللي هو دلتا اكس بشكل عام، محيط الدائرة كاملة بده يساوي 2 باي ار في ثيتا على 360. احفظوا هذا القانون. هسه الثيتا هي دائرة كاملة، فالثيتا 360، 360 على 360 واحد، محيط الدائرة 2 باي ار. طيب هاي ربع دائرة، يعني الزاوية كم؟ 90. طبعا هو المفروض يعطيني زاويه، بس هي واضحه انها ربع دائره، ممكن يعطيك زاويه 30 فبتعوض الثيتا 30، طول القوس ما بيكون شيء ثابت. فهون 90 على 360 بتعطيني 1 على 4، 2 باي ار على 4 يعني باي على 2 في ار، فمحيط الدائره باي على 2 في ار هون. هذا طول اي بي. فكره السؤال انه اعرف انه الاي تي بطلعه من المسار اي سي، ومنه بروح اقدر اطلع النورمال والتوتال اكسلريشن. السؤال موجود حله. هاي حل. هذا السؤال كم؟ 142. هذا السؤال اعطاني الفي نوت اللي هي في اي، واعطاني هون الفي بي كانه الاس اللي هي المسافه الديستنس اللي مشاها، المسافه اللي مشاها هي طول القوس باي على 2 450. هذا السؤال بالفيت هون الكتاب حاطه بالمتر، وهي المسافه الافقيه. طبق معادله الحركه اللي ما فيها زمن، متى بيصير الزمن؟ فطبقها طلع مع الـ AT. ليش AT؟ لأنه قلنا أي شيء بنستعمله من شابتر 11 أو أي شيء بنستعمله من الأساسيات هو الـ A tangent، الـ owner ما إلي فيه. هسا VB، هسا بالنسبة للنقطة B بطبق المسار AB، في المسافة اللي ماشيها محيط القوس طول القوس، الـ VB بده إياها المسافة معي، والـ A tangent ثابت على المسار قلنا، فالـ AT اللي طلعته من الأول بحطه بالثاني بيطلع معي الـ VB. طب بده عندي 15 ثانية كم التوتال اكسلريشن؟ الـ A برضه ثابت، بطلع الـ V عندي 15 وبطبق V تربيع على رو. التوتال اكسلريشن بيساوي كذا. طبعا لازم اطلع جذر وزاوية، ما بعرفش اذا نطلع جذر وزاوية الكتاب. مش نطلع، لا لازم في جذر وزاوية. وبده ماجنتيود، لو طلب دايركشن بدك تطلع جذر وزاوية. وليه بده جذر وزاوية؟ هذا السؤال اليوم سألت عنه، بيقول لي a projectile is launched from point A with no initial velocity، الـ velocity 36، الزاوية 30 من الـ vertical وزاوية السطح 30، قال لي أوجد الـ radius للـ projectile، يعني أوجد الـ radius، أوجد نصف قطر الـ projectile عند الـ point A وعند الـ point B. هسا شو بعمل أنا؟ هسا هذا هو الـ V tangent أو الـ A tangent بشكل عام، والـ A normal قلنا عمودي عليه، هو المفروض normal على المركز، هاي المركز، هاي الـ A normal باتجاه المركز، هاي نصف قطر المسار بده إياها، هاي رو.
بس المسافة الواصلة بينهم اللي هي لو عملنا متجهات بتكون طبعا راح تكون عمودية لتحت الراس، عمودية لتحت هاي، هي عبارة عن الـ A لـ A، والـ A لـ A بالحركة العمودية هي عبارة عن سالب G. إذا هاي الزاوية فهذا قلنا هاي عمودية زي هيك، هاي هيك وهاي هيك، فإذا هاي الزاوية 30 فبتكون هاي الزاوية 30. فساين الثلاثين بده يساوي AN على سالب G. AN بيساوي ساين الثلاثين سالب G، بطلع الـ AN بده يساوي V تربيع على رو، V بطلعها V نوت كوساين الثلاثين، والـ AN نطلعه بطلع الرو، بطلع نصف قطر المسار. يعني عادي ممكن المكتوفات تجيب لي نصف قطر المسار. طيب بده الفرع الثاني، قال لي إذا كانت السرعة موازية للسطح، هيك السطح هيك السرعة موازيات لبعض. فبكل بساطة بيكون هذا الـ Vx وهي الـ Vy، فهي الزاوية بتكون 60 بالنسبة لهاي، يعني موازية لبعض. علشان نفس الشيء تطبق V نوت و V نوت Y، بتطبق نفس القانون تبع التربيع الـ A tangent to N أظن بيطلع معك. هي هذا السؤال 147، سؤال 147. هاي الحالة الأولى الـ AA اللي هي سالب G، وهي الحالة الثانية زاوية 60، وحل طلع يعني بس نفس القوانين بتغير الزاوية فعليا. وفي أسئلة كمان. هذا على الار والثيتا، هذا على الار والثيتا بتحلوه عادي. طبعا هون حتى لو قال لي انه بالراديان وما جاب لي سيرة زوايا لانه اعطاني الزمن نص، فما في داعي هو اللي حاسبه، لانه اصلا الاقتران مش ساين وكوساين. شابتر 12 احنا راح نشوف لك. ما في بروبلم تنحل، ليش يعني تيجي تسالني هسه تقول لي حل لي هذا اقول لك حل عني عادي. فيه بروبلم، هذا السؤال على البكرات حلو، كثير حلو السؤال، حلو هذا السؤال كنت حاب اشرحه والله، بس هات حل زي قلت مخطوفات تبلش شابتر 12 ننهي. هذا فكرته انه في عندي في فاينل بتطبق معادلة الـ X V نوت تساوي V initial، الزاوية هاي بيعطيني الـ V X على V Y سالب في واي، وبتكون سالب كوساين ال 12. حلو بالمانيوم موجود سهل والله، بس انه ما بتخطرش على بال الطلاب، بس انا اعطيتكم الحل العامه اول ما شرحت المخطوطات. طبعا الكمبيوتر بروبلم لا تكرفوا عليهم ما بنحلوا، بس يعني هاي نصيحه. طيب بريك ربع ساعه تمام، بدي اريح شوي ربع ساعه لاني حاسس حالي تعبت، ونكمل شابتر 12. حدا عنده سؤال بشابتر 11 عادي بدكم احل لكم سؤال بحل عادي، الناس راح بلش ب 12 يعني ونمشي فيه كويس. شابتر 12 اسهل من 11. حدا عنده سؤال هيني شابك. طيب ربع ساعة ونرجع إلا ربع بفتح. يعطيكم العافية.